نتكلم عن شكر من نعرف ومن لهم فضل علينا، فما بالك أن في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم يشكر من عاداه سبحان الله ويعترف بفضله، ويقول عن أبي العاص بن الربيع: والله ما ذممناه صهرا فلقد حدثنا فصدقنا ووعدنا فوفانا. وهذا يحدوني إلى قصة زينب وأبي العاص بن الربيع، حيث أتى يوم من الأيام أبي العاص بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام يخطب زينب، فقال: إلا أن توافق. فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ابن خالتك أبي العاص بن الربيع يذكرك ويخطبك. فاحمر وجهها وابتسمت، فعلم أنها موافقة، فتم أجمل زواج في الدنيا. وتم الزواج هذا بين أبي العاص وأبي الربيع، أبي العاص بن الربيع وزينب، وكان بينهم من الحب الشيء الكثير، وأنجبت له علي وأمامة. وفي ليلة زفافها أهدتها أمها خديجة رضي الله عنها قلادة ثمينة. تمر الأيام، يذهب أبي العاص بن الربيع إلى الشام يتجر، ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمر بالدعوة، يبعث نبيا فتسلم زينب ومن معها. يرجع أبي العاص بن الربيع، فلما أتى استقبلته كأجمل ما يستقبل الزوج الزوجة زوجها، ثم أخبرته الخبر أن أبوها أصبح نبيا وعرضت عليه الإسلام، فغضب فقال: أما تستأذنيني؟ ما استأذنتيني قبل ما تسلمين؟ قالت: ما كان أبي كذابا. قال: يا زينب، إنني أعرف أن أباك ليس بكذاب، ولكن ماذا يقول عني سادات قريش؟ أأسلمت من أجل زوجتي؟ ومثلك يعذر، ومثلك يعذر. وتمر الأيام، ويغلظون قريش على أبي العاص بن الربيع في بغيتهم أن يطلق زينب، فيأبى أن يطلق زينب، ويصر على ألا يطلق زينب. تمر الأيام وتأتي الهجرة، ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلى المدينة، وتأتي زينب تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن تبقى مع زوجها في مكة، فأذن لها. وكانت زينب أكثر ما تخشاه أن يحصل حرب بين المسلمين والمشركين، فيكون زوجها مع المشركين وأبوها مع المسلمين. وكانت تقول: والله اللهم إنني أخشى من يوم تشرق فيه شمسه، ييتم فيه ولدي أو أفقد فيه أبي. ووقع ما خشيت، وتأتي بدر، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، ويشارك أبي العاص بن الربيع مع المشركين حمية في قومه. ثم تنتظر الخبر السيء، إما الأول أو الثاني، وكلاهما خبر سيء. وفجأة وإذا بالأخبار تأتي: قالوا انتصر المسلمين. ففرحت، قالت: وما بال زوجي؟ قالوا: قد أسر مع السبعين الأسرى. النبي صلى الله عليه وسلم قرر قرار أن من يعلم عشرة من المسلمين أو يفتدي أسيره بمال يخرج ويفك إسارة. أبي العاص بن الربيع لم يرسلوا مالا، قومه قريش ما أرسلوا مال ليفتدوا أبي العاص بن الربيع لأنه ما طلق زينب. فيوم من الأيام زينب أخرجت هذه القلادة الثمينة وأرسلتها مع كنانة أخو أبي العاص بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يستعرض الفداء: هذا فداء من؟ قالوا: فداء فلان. قال: فكوا إساره وأطلقوه. هذا فداء من؟ قال: فكوا إساره وأطلقوه. وإذا بعينيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم تقع على تلكم القلادة التي طالما عرفها على صدر خديجة، تتجمل بها زوجته التي أحبها صلى الله عليه وسلم. فبكى رسول الله وقال: هذه قلادة خديجة، من أتى بها؟ قالوا: يا رسول الله، قد أرسلتها زينب في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع. الله أكبر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقال: أيها الناس، إن هذا الرجل ما ذممناه صهرا فلقد حدثنا فصدقنا ووعدنا فأوفانا.
أما أنتم مطلقي لها أسيرها ومعيدي لها قلادتها؟ قالوا نفعل يا رسول الله. يستأذن الصحابة صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي العاص بن الربيع وقال أسارك بكلام؟ فتنحى به جانبا وقال وعرض عليه الإسلام فلم يسلم. ثم سلمها القلادة. قال يا أبي العاص مر زينب أن تحفظ هذه القلادة فإنها ثمينة. ثم أمره أن يعيد زينب وقال له إن الله أمرني أن أحرم بين الكافر والمسلم. فراق. فاتجه أبي العاص بن الربيع حتى وصل إلى مكة، ففرحت زينب فرحا شديدا بقدوم حبيبها وزوجها وأخبرها بإعادة القلادة ففرحت، ثم قال لها الخبر الذي استاءت منه وقال لها إن الله قد إن أباك يقول إن الله قد حرم بين الكافر والمسلم فالفراق يا زينب. قالت أما تسلم وتأتي معي إلى المدينة يا أبي العاص؟ فأبى عليها، ثم أرسلها مع أخوه فأخذها في وضح النهار واتجا بها، واعترضوه بعض كفار قريش، ثم نثر كنانته وقال واللاتي ما يقرب منها أحد إلا قتلت منكم 20، وهو كافر، لكن هذه أمانة. فتدخل أبو سفيان قال أيها الرجل تخرج بابنة عدونا وسيوفهم تقطر من دمائنا في وضح النهار، اخرج في الليل. فخرج في الليل وذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعادها، وبقيت 6 سنوات في المدينة. خطبها كبار الصحابة فرفضت حبا في أبي العاص بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين. وبعد 6 سنوات زيد بن حارثة يجول حول المدينة بكتيبة فيها 70 من المسلمين، فيلتقي قافلة لأبي العاص بن الربيع فيأسر القافلة كلها كاملة آخر الليل، فيهرب أبي العاص بن الربيع ويذهب إلى بيت زينب ويقرع الباب، فردت قالت من؟ قال أبي العاص بن الربيع. فقالت أأتيت مسلما أم غير ذلك؟ أهلا أبا علي، أهلا بابن الخالة. قال أتيت مستجيرا خائفا. فقالت أمنت. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بالصحابة، فلما انتهى من صلاته وإذا بصوت امرأة عند الباب تقول، عند باب المسجد تقول اللهم إني قد أجرت أبي العاص بن الربيع فأجره من أجرت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وقال أسمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله ما شاورتني في ذلك، وإن هذا الرجل قد حدثنا فصدقنا ووعدنا فوفانا، وهنا الشاهد كلام الشيخ، ووعدنا فوفانا، أما إن رأيتم أن تتركوا له أمواله وتطلقوا إساره؟ قالوا إنا نجير من أجارت يا رسول الله وإنا نعيد له أمواله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب وقال يا زينب ألا أخبرتيني في ذلك؟ فقالت زينب يا رسول الله إن أبي العاص إن بعد فهو ابن الخالة وإن قرب فهو أبو الولد. قال يا زينب إنا نجير من أجرت ونعيد له أموال، ولكن لا يقربنك فإن الله قد حرم بين الكافر والمسلم. ففرحت فرحا شديدا وذهبت إلى أبي العاص وقالت له يا أبي العاص أهان عليك فراقنا؟ أما تسلم؟ فأبى عليها أن يسلم وأخذ الأموال واتجه إلى مكة ودخل على سادات قريش. قال يا سادات قريش ألم أعد لكم أموالكم؟ ألم آتيكم بأماناتكم؟ قالوا قد أديت ووفيت. قال أما والله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما والله لو أسلمت في المدينة لقلتم أخذ أموالنا، أسلم من أجل أن يأخذ أموالنا. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد وهو فرحا وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد أتيتك صادقا ولست خائفا ومكرها. لو أسلم قبلها لظن أنه خائف ومكره. قد أتيتك صادقا ولست خائفا ومكرها يا رسول الله، أتأذن لي أن أراجع زينب؟ فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم واتجه إلى بيت زينب، فرجع الحبيبين إلى بعضهما. الله. ثم عاش مع زينب
ما يقرب السنة فماتت رضي الله عنها وأرضاها، وكان يبكي عليها بكاء شديدا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يهون عليه ويقول لا عليك يا أبي العاص، فيقول يا رسول الله والله لا أطيق الحياة بعد زينب، وما بقي معها إلا أشهر ثم مات رضي الله عنه وأرضاه. هذا الشاهد لما ذكر أبي عبد الواحد أو عبد الواحد وأبي عبد العزيز في الوفاء، وأيضا في الشكر، في الشكر للعدو ما هو للصديق، فما بالك الصديق والأب والقريب. صلى الله أن يتقبل منا ومنكم يا رب. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.